خلال فقرة مطبخ دانتي. تبعي التقنية المقترحة على الموقع fantia.com واستعمليها في وصفة من اختيارك وشاركيها معنا وفوزي بروبو إلكتروني متعدد الوظائف من طراز رفيع كل شهر، وكذلك العديد من الأجهزة الإلكترونية كل يوم. مع دامتي انتي هي الشيف. مازالي معكم المستمعين والمستمعات، واكيد مرحبا بالتواصل والتفاعل ديالهم على الرقم ديال الواتساب ديالنا 06 69 70 70 22. كتشاركوا معنا، ولكن قبل كتمشيو لموقع fantia.com كتشوفوا الوصفه وكتاخذوا التقنيه ديال الشيف اللي تعلمتم خلال الشيف خالد زاهر، واكيد تطبقوها في الوصفات ديالكم. اي وصفه من اختيار ديالكم كتطبقوا فيها التقنيه اللي شفتوا، وكترسلوا لي المقادير والطريقه ديال التحضير والصوره ديال الطبق بالاضافه للمنتوجات اللي استعملتيو على رقم ديال الواتساب مرفق ايضا بالاسم ديالكم بالكامل من مدينه نتوما على الرقم 06 69 70 70 22. كل نهار كتربحوا معنا هدايا عباره عن اجهزه الكترونيه منزليه، بالاضافه ان الرقم ديالكم كيدخل في القرعه الكبرى اللي غتمكنكم انكم تربحوا معنا روبو متعدد الاستعمالات. اليوم معنا ايزا. ايزا السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه. لاباس عليك؟ امورك هانيه؟ انا وعليك اختي، عواشر مبروكه ورمضان مبارك عليك وديما منوره البلاطو جميله. ربي يحفظك. كيف دايرين الناس ديال سيدي افني؟ كلشي بخير وعلى خير الحمد لله. ازا قولي لي التقنيه ديال الشيف شنو كانت في هذه الحلقه وشنو الوصفه ايضا؟ المهم سيجار على الطريقه الاسيويه والشوربه. التقنيه ديال الشيف كانت رطب الشعريه الصينيه في الماء بارد باش تبقى قابطه وشحر ديك الخضيره باش لدارها في دوك السيجار ما يتفتحوش لينا. واخا دونك اجي نشوفوا غتعطينا السيجار ولا الشوربه؟ ناخذوا السيجار. واخا المهم السيجار انايا نسمتو بدعم كي الربيع وزدت فيه كوربينه. كوربينه بالنسبه للسيجار على الطريقه الاسيويه. بلاتي راه ما فهمتش الكلمه الثانيه. انا فهمتها كوربينه، حوت كوربينه. فوالا سمك. فوالا فوالا غير باش نفهم، انا ما فهمتهاش صراحه. المهم مقادير كنحتاجو للسيجار وكنحتاج ديال السيجار كنحتاجو ورقه ديال البسطيله بلانتي الربع ديال الربع، شويه ديال السكينجبير طري ومعلقه ديال العطريه ديال الحوت، ودرت واحد الكريعه محكوكه وخيزوه وشعريه الصينيه اللي رطبنا في الماء بارد وطريفات ديال الكوربينه وشويه ديال زيت الحوت. واخا بالنسبه للطريقه اللي استعمل الشيف، انا رقدت الشعريه الصينيه في الماء بارد ومن بعد درتها كتسقطر، خديت مقيله حكيت فيها واحد ديك الخضيره وزدت معها هذيك العطريه ديال الحوت وزدت دامتي ديال الربيع وزدت المليحه وزدت ديك الكوربينه ومن بعد زدت ديك الشعريه الصينيه صافي. ومن بعد ما طاب لي داك الشيء خليته تبرد، شديت الورقه دهنتها بالزيت وعمرتها بالحشوه ودهنتها من الفوق بشويه ديال الزبده والزيت ودخلتها للفران باش تكون صحيه مع الفطور. الانسان ما يغليش يقدر ياكل داك الزيت. فوالا الله يعطيك الصحه. لك صحة إيزا. أول شيء كيف كتعرفي كل نهار عندكم جوائز عبارة عن أجهزة إلكترونية منزلية صغيرة، اليوم عندك باطوغ بالصحة والراحة، وأكيد الرقم ديالك كيدخل في القرعة الكبرى اللي غتمكنك علاش لا أنك تفوزي معنا بروبو متعدد الاستعمالات. ما تنساوش غدا عاود غنشوفوا الوصفة ونشوفوا التقنية ونشوفوا فين غتستعملوها، وإن شاء الله غدا نقول لكم عاوتاني أشنو خاصكم تشوفوا باش تمشوا دائما الموقع fantia.com وتشوفوا التقنية ديال الشيف. مرحبا دائما بالتواصل ديالكم المستمعين والمستمعات، مرحبا أيضا الوصفات ديالهم من خلال التواصل معنا، وما تنساوش ان مازالي معكم من خلال الرقم اللي هو 06 69 70 70 22. واحد موفق للجميع. مع دامتي انتي هي الشيف خلال فقرة مطبخ دامتي. تبعي التقنية المقترحة على الموقع fantia.com واستعمليها في وصفة من اختيارك، شاركيها معنا عبر الواتساب 06 69 70 70 29 وفوزي بروبو إلكتروني متعدد الوظائف من طراز رفيع كل شهر، وكذلك العديد من الأجهزة الإلكترونية كل يوم.